السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تغير الاسم والباسورد الخاص بالراوتر الجديد اللي انت شايفه قدامك ده كده. ده الراوتر الجديد الخاص بشركة وي. طبعا هنا في اللي هو في الوش كده موجود اللمبات الخاصة بالليد الخاص بالراوتر. هنا عندك ورا هنا كده ده كده البورتات اللي بيتركب فيها الانترنت او كابلات الانترنت في اللابتوب او الكمبيوتر. لكن في الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تشغل كمان الخمسة هرتز والاثنين هرتز بحيث ان يديلك سرعة اعلى في الانترنت على راوتر وي. تابع معايا كده الشرح للنهاية، لكن في الاول ما تنساش دعم اللايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. اول حاجة انت بتعملها بتروح عندك على جوجل كروم زي ما انت شايف قدامك كده، تنزل تحت على جوجل كروم، وبعد كده بتكتب في ظهر الراوتر هتلاقي فيه ورقة مكتوب فيها اكتب 192.168.1.1، طبعا هتلاقي فيه اللزقة اللي هسيبها لك حالا في الشاشة، اضغط عليها وبعد كده بيحولك على اليوزر نيم والباسورد، ومن هنا برضو هتلاقي في ظهر الراوتر اللزقة مكتوب فيها اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم هنا بيتكتب فيه هنا اسمه ادمن تمام، والباسورد طبعا هتلاقيه موجود في ظهر الراوتر، وهقول لك ازاي كمان شويه تقدر تغيره او تغير الباسورد اللي هو بتاع الواي فاي بتاعك. اعمل لوج ان، وبعد كده بتنتظر شويه لحد ما يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي كده. كبر الصفحه لحد ما تروح عندك على حاجه اسمها لوكال نتورك اللي موجوده فوق دي، اضغط عليها ضغطه. من هنا بتروح عندك على حاجه هنا اسمها دبليو لان، خلي بالك النقطه دي، اضغط عليها اللي هي تاني واحده دي، تمام؟ تاني واحده دي. هنا بقى يقول لك ال 2 هرتز وال 5 هرتز، لو انت مشغل ال 2 هرتز وال 5 هرتز فانت كده 10 على 10. اما لو انت واقف فاصل ال 5 هرتز ومشغل ال 2 هرتز فانت كده ان الشقه بتاعتك ممكن تكون مش عايز يعني الواي فاي يطلع بره الغرفه بتاعتك او بره الشقه بتاعتك. فانت لو عايز الواي فاي يبقى على مدى ابعد ممكن يوصل للشارع بره كمان، شغل ال 5 جي اللي هو ده، اعمل لها اون، يعني اعمل ال 2 اون واعمل ابلاي. خلينا نرجع لموضوعنا، بتروح عندك على حاجه هنا اسمها WLAN SSID Configuration، ومن هنا هنغير حاجتين، هنغير الاسم وهنغير الباسورد. هنا بقى بتروح عندك على الاسم زي ما انت شايف كده، هتخلي اسم الواي فاي طبعا هتلاقيه اللي هو القديم بتاعك، امسح واكتب الجديد، ممكن اكتب مثلا احمد، تمام؟ هنا بقى هترجع تاني تروح عندك على شو باسورد، هتلاقي باسورد الواي فاي برده بتاعك القديم انت. فانت حتى كمان لو انت عايز تغير الباسورد او عايز تعرف الباسورد هتعمل بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عليها. ومن هنا بتروح تمسح الكلام ده كده وتكتب بقى الباسورد الجديد بتاعك مثلا اي اسم. بعد ما تيجي تحفظ الباسورد، خلاص حفظت الباسورد كده، اعمل ابلاي، وعلى طول هيتم تغيير الواي فاي بتاعك الاسم والباسورد. هتلاقيه عمل بره هنا كده تسجيل خروج، وهتلاقي علامه الواي فاي راحت. خش تاني على الواي فاي بتاعك انت وتقوم انت مسجل عليه من جديد لحد ما يظهر لك علامه الواي فاي الجديده، بتعمل لوج ان وتكتب الباسورد الجديد بتاعك، وعلى طول كده يبقى انت كده غيرت الباسورد وغيرت الاسم الخاص بالراوتر بتاعك انت، بدون ما تروح بقى للفرع او تروح لاي حد يعمله لك ياخد منك نسبه او ياخد منك فلوس، اعمل انت. وكل مره هعرفك في حاجه جديده في الراوتر ان شاء الله. شكرا ليكم، ما تنساش دعمنا بلايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير، مع السلامه.